أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد. طبعا بسبب رتم الحياة السريع والانشغالات والضغوط اليومية، كثير منا بيلجأ للمطاعم، سواء كانت هذه المطاعم مطاعم فاخرة أو مطاعم ذات وجبات سريعة. وفي كثير من الناس بتفضل المطاعم ذات الوجبات الفاخرة أو المطاعم الفاخرة، لأنها بتعتقد أنه هذه المطاعم بتقدم وجبات فيها قيمة غذائية أكثر أو أكبر، وبنفس الوقت أنه هي أشبه بأكلات المنزل. لكن في دراسة ظهرت مؤخرا تشير إلى أنه الأكل أو الطعام المقدم في هذه المطاعم أي المطاعم الفاخرة أخطر من الأكلات المقدمة في المطاعم أو الوجبات السريعة. طبعا هذا اللي حنعرفه من خلال ضيفتنا الكريمة أخصائية التغذية الأستاذة مهورة بسعد مساكي. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيكي. كيفك؟ إيش أخبارك؟ الحمد لله. كيفك أنت؟ الحمد لله. بداية يعني بصراحة يعني أنا زي الناس بستبعد فكرة أنه الدراسة هذه أنه فعلا أنه ممكن تكون المطاعم اللي بتقدم أو المطاعم الفاخرة فيها خطورة أكثر من المطاعم الوجبات السريعة. فما أدري إيش رأيك أنت في هذه الدراسة؟ لك وجهة نظر ثانية؟ يعني كدراسة تقدمت فيها، بس إيش كلمة خطورة؟ إيش قصدك بكلمة خطورة؟ هي مثلا أكثر في السعرات الحرارية، ولا أسوأ في طريقة الإعداد الطعام، ولا في أكثر أو أقل في طريقة أو نظافة الوجبات المقدمة؟ هي كلمة خطورة ما هي واضحة كثير. تمام. بس إذا كانت أكثر في السعرات الحرارية، أنا عندي دراسة تانية ترد عليها اللي هي في Nutrition Public Health، صارت في دراسة بتقول إنه الأكل خارج المنزل إن كان في المطاعم المرتبة أو الفنادق الفاخرة أو في الوجبات السريعة بتكون أكثر من أكل البيت ب 200 سعرة حرارية تقريبا. أها. وممكن تكون أكثر كمان وأكثر كمان في زيادة نسبة الدهون، وأكثر في نسبة زيادة السكر ونسبة الأملاح. فهي في الجهتين الخطر موجود إن كان في المطاعم الوجبات السريعة أو مطاعم الوجبات قصدي الفنادق أو المطاعم الفاخرة. يعني ما في شيء معين إنه مثلا نقول إنه يعني ما أدري، أنا مباشرة بيخطر في بالي إنه الوجبات السريعة أخطر، لأنه بصراحة اللي بيجي في بالي إنه ممكن تكون الزيت ده اللي بيقلوا فيه طول اليوم جالسين بيقلوا فيه، which is برضو يعتبر غلط وخطر. طبعا هي الوجبات لكن مش وارد يكون هذا كمان موجود في المطاعم الفاخرة. الوجبات السريعة يعني خلينا يعني نتفق كلنا انه اغلب اكلهم عشان يكون سريع وعشان يكون الكلمة واضحة انه اغلب اكلهم مقليات، فهي صح. مثلا اذا كانت مثلا برجر، ولا اذا كانت اكلات زي النجت، حتى الجريل او المشوي بيكون فيها بعض نسبة دهون زيت فعلا. علشان يدوا طعم وعشان يدوا شكل لازم يزيدوا نسبة الدهون ومرونة في عملية الشوي يعني. صحيح. الا عليها في عكس الحكاية اللي هي المطاعم الفاخرة اللي فيها ممكن الدايننج أو ممكن اطلبوا من المنيوهات، هذه بتكون أخطر بأنه علشان يعملوا طبق كامل متكامل كمان حيزيدوا سعرات حرارية وحيزيدوا نسبة دهون نسبة أملاح علشان يعطوا طعم جيد. بالضبط. فهذا في كل الحالات حيكون في خطورة. لكن هل هو صحيح أنه نسبة المطاعم الفاخرة أسوأ ولا أخطر من الوجبات؟ هذه يمكن الدراسة يعني كان لازم يقوموا فيها بشريحة أكبر أو حتى يعني يوصل المعلومات يعني أدق أكثر. طيب خليني أجيك من ناحية ثانية أستاذة مها، يعني فرانكلي إحنا لما نروح أي مطعم مثلا فاست فود إحنا بيكون كل الخوف أو جانك فود بيكون كل الخوف من الزيت المقلي أكثر شيء، أو من الفرنش فرايز أو كلها سعرات حرارية بالتأكيد. لكن مثلا لما بنروح مطاعم فاخرة أي وجبة لازم شوية صوص، كريمي صوص، مشروم صوص، أي كان نوع الصوص، هذا بيكون برضو أتقل سعرات الحرارية من الزيوت ولا الزيوت أتقل؟ الزيوت بيكون فيها المقليات دهون مشبعة جدا خطيرة للقلب والشرايين. الصوصات كمان والأشياء اللي بيحطوها بالكريم والأشياء عشان بيعطوها شكل وطعم لذيذ بيكون طبعا فيها نسبة دهون جدا عالية. احتمال بيكون بيستعملوا فيها دهون غير مشبعة زي الزيوت النباتية. لكن كمان عشان يسووا كريم وصلصة أطيب بيكون نسبة الزبدة فيها أعلى ونسبة الدهون فيها أعلى. ففي جميع يعني في جميع الحالات الأكل خارج المنزل بيكون أسوأ وبيكون أخطر، لأنه في
زيادة سعرات حرارية أكثر، وزي ما قلت في البداية دهون أكثر، أملاح أكثر. وبعدين دائما في المطاعم الفاخرة بيكون البرزنتيشن حقهم بيكون كامل متكامل، فلازم يزيدوا أشياء تانية عليها. والكميات كمان لا ننسى الكميات أكبر، يعني يمكن الوجبات السريعة معروفة كمياتها، بس المطاعم بيكون بورشن أكبر. يمكن ما يجي لبال الواحد أن أنا ممكن أخذ نص الصحن أو نص البورشن، أو أنه أنا وأحد تاني ممكن نعمل شيرينج مع بعض، فيكون الوطأ وال يعني الخطوره اقل. بس لا هو هذا فعلا اللي بيصير، يعني بيصير ان انت تتشاركي مع البراوني مثلا ولا السفليه ولا مش عارف ايه، ونقسم بالنص، تاخذي نصها نص او ربع او حسب، أو يعني الاكل الحلويات يعني بشكل هو عام. فكره انه احنا دائما ان كانت تتذكري دائما انا اقول فكره الحرمان هذه المفروض الواحد ما يضع نفسه في بوتقه الحرمان، بس عشان اطلع يوم في الاسبوع أنا وعائلتي وناكل الأكل مثلا في مطعم، ما في مانع أنه أنا استمتع بالأكل، بس الاختيار والتركيز جدا مهم. أني أنا أركز إيش أبغى من هذا الأكل، هل أبغى مثلا أن يكون عندي كومبينيشن أو مع بعض يكون نسبة بروتين يساوي نسبة النشويات. دائما ما أكون ما أحاول أزيد حاجة، يعني ما أخلي مثلا نسبة النشويات هي الغالبة على الصحن، اللي هو بطاطس أكثر ورز أكثر وخبز أكثر، وساعات إحنا في وجبة واحدة ناكل بطاطس ورز وخبز مع بعض. صح. فالفكرة أني أختار نوع واحد من النشويات ونوع واحد بروتين ونوع واحد خضار أو الخضروات المشكلة، علشان أنه أنا يكون عندي محدودة السعرات الحرارية. صحيح. طيب أنا هتكلم شوية على استبيان قام فيه فريق عمل سيدتي أو فريق إعداد برنامج سيدتي حول الدراسة اللي أكدت اللي تكلمنا عليها أنه الأكل في المطاعم الفاخرة أسوأ من الوجبات السريعة. كانت النتائج 90% رفض هذه النتيجة، أو رفض ممن أجابوا على الاستبيان تقبلوا فكرة أنه المطاعم الفاخرة بتقدم وجبات أخطر من المأكولات السريعة على اعتبار أنه هذا الموضوع غير منطقي، فيما وافق 10% منهم على تلك الدراسة مبينا أو مبينين أنها حقيقي أو حقيقة غائبة عن الناس. إيش الحقيقة الغائبة عن الناس؟ الحقيقة الغائبة إنه دائما الواحد بس يروح على مطعم ما بيعرف هذا المطعم كيف بيحضر الوجبة هذه. فبس طب برضو أنا بالفاست فود فلازم أنا يكون عندي الإدراك ويكون عندي الوعي إني حتى لما أروح على مطعم بدي أطلب لازم أقول له أنه أنا بدي أقلل نسبة الأملاح، بدي أقلل ما تستخدمني مثلا أي منتجات صناعية، ما تستخدمني أي دهون زائدة، وخاصة الناس اللي عندهم مشاكل قلبية أو مشاكل صحية لازم يكون عندهم تركيز هم إيش قاعدين يأكلوا. فالمنتجات اللي بناكلها إحنا في المطاعم ما بيكون عندنا إدراك فيها، لكن لما أكون أنا مدركة تماما أني أنا بدي أكل وجبة واحدة أو مرة واحدة في المطعم خارج المنزل مرة واحدة في الأسبوع، ما يمنع أني أنا أكلها، بس يكون عندي إدراك إيش قاعدة أكل. إيش القيمة الحرارية أو السعرات الحرارية المطلوب استهلاكها يوميا، سواء للطفل أو المراهق أو البالغ؟ طبعا الأطفال في مرحلة النمو من 4 إلى 6، بعدين من 6 إلى 10، هدول في مرحلة نمو يعني بيحتاجوا سعرات حرارية خلينا نقول مثلا من 1500 للبنات 1700 للأولاد. بس يكبروا شوي شوي ويدخلوا في مرحلة المراهقة بتزيد، بتصير مثلا تقريبا 1800 للبنات و2000 للأولاد. يطلعوا يكبروا في يعني مرحلة المراهقة المتأخرة اللي هي بيلعبوا فيها رياضة، بيكونوا مسافات طويلة للمشي، بيكون عندهم اختيار 2 إلى 3 مرات حصص رياضية في الأسبوع، بتزيد من 2000 للبنات أو 1900 للبنات إلى 2200 و2500 حتى للأولاد. لما نوصل لمرحلة البلوغ بتقل، يعني احنا نزيد السعرات الحراريه وبعدين نقللها، بس ندخل في مرحله البلوغ بتصير تقريبا 2000 للسيدات و2500 للرجال. طبعا اللي بده ينزل وزن بده يكون يعني ليه حسابات اخرى. ايش الحسابات الاخرى؟ تقريبا ركزت على الموضوع انقسم للمراه العامله او للمراه الرياضيه اللي بتكون تقريبا من 1500 الى 2000، وخاصة إذا هي مو كثير ولا لا، يعني المعدل الطبيعي للمرأة الطبيعية 1500، بس إذا هي رياضية وعندها مثلا عمل وبتصحى من الساعة 7 وبتنام الساعة 12 فبتحتاج سعرات حرارية أكثر. بس طبعا العكس صحيح، لما مثلا لا سيدة منزل وما ما ما بتخرج كثير أو ما بتسوي رياضة بتقل عندها السعرات الحرارية. طيب. لأنه إحنا نحسب السعرات الحرارية لمعدل الحركة، يعني حد الحركة جدا مهم عندنا. يعني كثرة الحركة ممكن
تزبط موضوع. صحيح. طيب أنا كنت حاجة على مسألة التوازن، كيف ممكن نعمل توازن إذا مثلا زي ما قلتي أنا إنسانة عاملة وبنفس الوقت تعرف رتم الحياة سريع، مو دائما الوحدة مثلا حتقدر، للسيدات مثلا اللي عندهم عوائل متزوجات وإلى آخره مو حيقدروا دائما يطبخوا، بيشتغلوا بروحوا بيطبخوا، فبيلجأوا للمطعم، كيف يعملوا عملية التوازن هذه بين المطعم والبيت؟ هي بس تحتاج شوية تركيز وشوية تنظيم. يعني المرأة العاملة يعني إذا ما تقدر مثلا عملية الطبخ بالنسبة لها يوميا حتكون شيء يعني متعب، فممكن يعني تبدأ تحضر الطبخة قبلها بيوم وترجع من عملها بيكون تحضيرها بياخذ منها بالكثير نص ساعة. أغلب الطبخات وأغلب الأكلات ما تاخذ وقت أكثر من ساعة، فإذا هي محضرتها قبلها بيوم هذا أخذ منها نص الوقت، أو إذا عندها أحد يساعدها في البيت ممكن يحضر لها هي وهي تجي تكمل عليها. هي شوية تنظيم وشوية تركيز. يعني ممكن المرأة العاملة إذا حابة إنه هي تأكل من أكل بيتها لازم تحضر الأشياء، ولازم يكون عندها منيو أسبوعي تتفق مع عائلتها ومع أولادها إيش تبوا تأكلوا في اليوم الفلاني واليوم الفلاني، علشان حتى يعني شراء الأغراض وتحضير الوجبات بتكون بشكل يعني منظمة أكثر. بس طبعا ما يمنع، يعني في الأخير إحنا كلنا يعني نحب نطلع ونروح ونجي، بس ما يكون يعني إن أنا اعتمد كلي على أكل المطاعم بشكل يومي. طب معدل إنه الجرين لايت أو الضوء الأخضر إنه الواحد يروح مطاعم بشكل أسبوعي قد إيه؟ يعني إذا هي مضطرة مرتين في الأسبوع، بس إذا ما عندها اضطرار بيكون مرة في الأسبوع زي ما قلنا. يعني في الويك أند إذا مثلا في الويك أند إذا كان في عندنا مناسبة معينة ما يمنع، لأنه هي يعني في الآخر هذه يعني القيمة الغذائية أكل البيت بيكون أعلى. القيمة الغذائية في الفيتامينات والمعادن وحتى نسبة البروتين بيكون أعلى. هسألك إيش الفرق في القيمة الغذائية؟ قد إيه تفرق القيمة الغذائية بين أكل البيت وأكل المطعم؟ الآن أنت قلت لي حضرتك أنه 200 سعرة حرارية أعلى زيادة في المطاعم الخارجة، 200 سعرة حرارية تقريبا 2 إلى 3 جرام زيادة في الدهون المشبعة، تقريبا 400 ميلي جرام في الصوديوم اللي هو الأملاح، والسكريات والحلويات، لأنه إحنا بس نروح مطعم البيت لازم نحلي، وهذه المشكلة يعني هذه كارثة. وبعدين كمان الدراسات أثبتت إنه اللي بيأكلوا في مطاعم أكثر بيقللوا من نسبة مأخوذة اليومي من الخضروات والفواكه، وبيعتمدوا اعتماد كلي على النشويات والبروتينات. طب قيمة الفرق بالقيمة، إحنا تكلمنا على إنه قد إيه فيها سلبيات، لكن القيمة الغذائية في الفرق بالقيمة الغذائية في الأكل في البيت. طبعا القيمة الغذائية عشان أحافظ على نسبة الدهون، أحافظ على نسبة الفيتامينات والمعادن مضادات الأكسدة، بيكون أكل البيت أفضل، لأنه تحضيره بيكون في خلال 10 دقائق قبل وجبتك أو إحضار. بس في المطعم ممكن هو بيكون محضرها من الصباح، خاصة زي الصلصات وزي الأشياء اللي هي بتنضاف على الطبق، يمكن يحضر لي اللحم في وقته، بس زي مثلا البطاطس ولا الرز ولا الخضروات هذه بتتحضر من الصباح. خاصة المطاعم المرتبة بيكون عندهم وقت قبل يعني ما يفتحوا المطاعم، قبلها بوقت يحضروا. فالقيمة الغذائية أعلى وأحسن في البيت لأكل البيت، عشان تضمن الأم إنه هي أطفالها وعائلتها أكلوا أكل قيمته الغذائية أفضل وأنظف وأصح أكثر، بيكون أكل البيت أفضل. صحيح. أنا أشكرك على هذه المعلومات الثرية ويعطيكي ألف ألف عافية. الله يعافيك. نتمنى للجميع أكيد يعني صحة سليمة وغذاء سليم، لأنه حتكون أكيد الحياة أفضل إن شاء الله. يعطيك العافية. الله يعافيك. شكرا لك. يعني. إذا مشاهدي الكرام بعد هذه الفقرة الصحية ما زالت فقراتنا بسيدتي مستمرة، لكن بعد هذا الفاصل القصير خليكم معنا. مجلة سيدتي لكل امرأة تريد أن تجدد أنوثتها شخصيتها وأيامها. سيدتي عالمك في مجلة. في سيدتي بعد الفاصل كيت ميدلتون امرأة هذا الأسبوع.